الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمد الله وتوفيقه سيدان ما انتبع إعلامني وحاي النسون نبت قاري شيخنا الفاضل الشيخ محمد إدريس أحمد شيخ رنتي أو أدود تقانان هدنا أن غني عن التعريف عن ليدين برينين رنتينا وظيفة وشيخ دورتي إلهي سبحانه وتعالى هبركيو ميزان الحسنات نهو قليو وإنو نقضو داعي متجولة أو إسكوريغة أدون كدافيسا إيو إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا قفك كشقيانا وحاد قف البوغة إلهي باكو يصخر إياه إلهي سبحانه وتعالى ودوينك يطرق ذا إيو إلهي باكو يصخر وحوالبا مركا شيخا وحال غياب إلي سويديو حقيبو جوغا أيو حقود دقيني هايو سوالة بنوارتن تدكو يو سويديني حقود دقيني ميلو دقيني هاي أنو ما هقان يساقل ويدين كرا وحان سيدا أولي هاي أدونك يعني ماشي على ركتبا وهو قريب وأودوية إن شاء الله تعالى مركة تاسا وحي كيني سارونتي إلا إلا حقيب الشيخ جوغا إلهي سبحانه وتعالى با أفضو ديي وانا رنتي وآذي آد وقفك إيمان يثق بالله يدي الدعوة يدين تنكو قبطو إلهي سبحانه وتعالى ودوين كيدي طرق لأي أمورها خاصة انت ويكو سخران إن شاء الله تعالى شيخنا إلهي سبحانه وتعالى وحن أبرينا جولدا يوريغا يتجولكا إلهي درتي وجرو إن إلهي كحفظيو إلهينا سبحانه وتعالى ميزان الحسناتنا وقليو إساق إيو ريركيسي المهيسي عائلتي سبن إلهي سبحانه وتعالى وكبت باديو شغادة دينة إسلامكا وأهيو إن شاء الله تعالى شيخ وحونا لجوغا هبين ندن ويكن ديغان وردن هدي الله إدمو وحان جري دونا محاضرات إن شاء الله تعالى كالدوان هدي أن وحير هردعهان إذن شيخو عاو شيخو محاضرة أيو ريق دونا وحين نقدم تا كلمة ودورتي هدان ويدين يا شيخا تعمير المساجد مساجد إلهي إن لعمره إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعصى أولئك أن يكونوا من المهتدين هنتي وحان فليا اختيار كو شيخ ودورتي ضدك مسلمين تا انت مساجد إلهي عمرتوا ضدك أهل إيمانك مركا ضدك محاضرات كن شيخ عاو بالله يكفى إذي سندونا يكوى الصوص عدب أغادة وضدك أهل إيمانك وإلهي إيه سبحانه وتعالى يوم إيه انت آخره إيه رومي صنبا فريسان يو كفى إذي سنة إيه هدنا إن شاء الله انت اسكبضا مرة بينام كسر ديرادو وحان كسر دوين يا شيخ محمد هي محاضرة دي عاو وهريس إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها وحن وعد دارنا يا صوت هني حوغا حضرته إلهي سبحانه وتعالى يا نغم هذين يا إن المركل لكل مولا لهي رير مقالة عن سياطا مسجد كان مسجد أبو بكر إن السوق النمادنا ولحظات كان مع دقيقة ذهن كوانا إن فريسان مسجد كم إذا مساجد إلهي سبحانه وتعالى إلهينا إن كحصنه نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إن كصلنه الله سبحانه وتعالى إن كبرنه حيلا كبر يا مجلس كان إنه إلهي سكينة دي سكسو دجيه يا ملائك تي سي الرحمة دي سه إلهي سبحانه وتعالى سدو بلان قاضي يا مؤيا باهي ددك إلهي سبحانه وتعالى مساجد كحصة
إن رحمة الله سبحانه وتعالى سكينة سوي كسو دكتو كلمة ديدنا هو حيكو صاب صلان دونتا مساجدة إيو إن لعمره إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم كهو حكم ليهي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى آيات كاس كريم كهو حقو حصية قال ذا يا مشركين تو مساجد إله سبحانه وتعالى عم رد ذا إناني وحبك لهين أنا إنه قمنين أنا إنه أقل من إن عمران أما عمران اسمها النقطة أما عمران عبادها النقطة إن أنا أقل من إن عمران مساجد إلهي سبحانه وتعالى وأه للكيس إلهي سبحانه وتعالى بقعدها وكدورتي ألا سبحانه وتعالى ووجع ليها بقعدها ووجع ليها للكيس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أحب البلاد إلى الله مساجدها إلهي للكيس ووجع ليها مساجد وأبغض البلاد إلى الله أسواقها للكي سنوح إلهي سبحانه وتعالى ونعب يهي سوق ما هذا عمد نوح أصل يهي ماشا إلهي اللقو حصه إلهي اللقو عبادهسته مثل كلا نوحا كبضا بأنت إيه إصدامرينت إيه خيانة إيه غشقة إيه دارت إيه حصار كبضا سوق بضناب مركساسي إذن أكل الدوينهين إلهي سبحانه وتعالى مركا قريها سؤود دورتي ألا سبحانه وتعالى وحليها وحا عمره عدي أفر صفو أفر أستامود عدي كسفو ده أي عمرته عمرات ده لعمره بيود إلهي إلا بيوقف سنتا مدينة وحوية الاسم هذا يهجا جنت هذا إيوه قوغش هذا يهود جنت هذا إيوه كشقين هذا تاسو حالا إلى هذا عمرادة لسماها عمرادة النوع هذا لبعضنا هو حويه إن يكون عمران عباده إلهي سبحانه وتعالى وقلت كذان وقل ركوعان وقل سجودان كإلهي سبحانه وتعالى لفظ به ككل ميي آيذها قاركود سيدو إلهي النبي إبراهيم كأمري وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري نبي إبراهيم عليه السلام بيتك بيت الله الحرام كمسجد الكعبة إنه هلك قدسه ما يشو إلهي سبحانه وتعالى إدمي إنه نهج جيوه سوقه جيوه ضدك إلهي سبحانه وتعالى أعباده سنية أركوعية أسجودية أتاقن الله سبحانه وتعالى عبادة ديسة قال الله ضبه إلهي سبحانه وتعالى ويسكو ضري مركا إلهي أفر سفاء يكتل مامي ضدك عمره مساجد إلهي سبحانه وتعالى أما عمرات اسمها النقطة أما عمرات عبادتها النقطة صفة كواد وإن إلهي سبحانه وتعالى أي رميسيه نامن بالله إلهي سبحانه وتعالى ذات رميه والله سبحانه وتعالى أجرك الدنيا والله سبحانه وتعالى كل كيس الدنيا هويه إذا لبعضنا وإن آخره يكون كآخره رميسينهن يقيامه
إن أي يقين سيهين إن إلهي لكل ميان آخر أي جرتو حساب تيد أي جرتو سداس والولك أي كقوان آخر أي كين يسه إن مساجد إلهي عمران وصوب و أرنك صد حادنا وإن يهين دات صلاة إي عباده إيو حوله هذا أي وحك قويان حق اللي قول لي هاي دات صلاة دا أستان توضا أي تهيوي صلاة دي إلهي أوغه وهجاجية أو كتصبح صدى الله سبحانه وتعالى صبحي قلب إلهي سبحانه وتعالى كحصة أرنك أفرادنا وإن أنا عيدان إلهي سبحانه وتعالى أهين أنا أغبقي هين عمل كاس وإلهي وجهي سكري كل دنيا خلاص يكتر فلم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ضدك السداسة إلهي سبحانه وتعالى مركا وحوين وأجره أو عن لقياس كرين أو عن لترين كرين أو عن لحساب كرين أي إلهي سبحانه وتعالى أدياري أدونك هي آخرة الله وضبا ما آخرة كلية أدونك إلهي سبحانه وتعالى وكسينيا أو أرزاق ده أي إلهي وسعينيا أو إلهي عافمات بكسينيا أو بركو إلهي كسينيا أو بلا حساب إلهي سبحانه وتعالى وإرزاقية الله سبحانه وتعالى سببت أي أغاء يمادين بيع مشتركو دي يتجارة دو دي إيوه وحي أي قدنيين أما أي قدنيين إيوه بسنسية دو دي بي أغسوة تغان مساجد إلهي سبحانه وتعالى يعني سؤال هل كانت الله حوي ولا لا يعني عمي راد مساجد وحويه ضد كاسو وحي كسو تغيين شقوين كود بي وحي وحيلانيان مساجد إلهي سبحانه وتعالى ووحينو كفهمنا يد سورة النور إلهي سبحانه وتعالى وحليه رجال يسبح له فيها هذا تسبح سنة يا إلهي أتوكنية وإلهي عابدية ويه مساجد دحذاب مساجد داس دحذاب بي إلهي سبحانه وتعالى وعباده السنية ومحا حال كودو يحي حال كودو وحويه بسنس كودو تجارة دي الشقلوض كما مشغول صه إني إلهي سبحانه وتعالى وعباده السنة مساجد مركا بدنا به حيالها ضدك كلاطو أي حجة كدكتانو إني كم مشغول سي يعني عبادته يا مساجدة بيع مشتركود وحوفي وحوي ليها إلهي بيع مشترك وكما هو مشغول يجا يتجارة وكما مشغول سو مساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنا رجع قصي فيصا مساجد إني إلهي سبحانه وتعالى كوح الصيان صباح إيه قلبة صباح إيه قلبة لبدأ عباده أبو مهم سن أرورتي هراء إيه هبين كيبة إني إلهي سبحانه وتعالى مساجد أبو عباده استن مركاوة امتحانية ترتا الوجره أو بضنابا لبما يلاضب إلهي سبحانه وتعالى أيضا مساجد كهذا ليا إلهي سبحانه وتعالى تجارة وهو كان هي بيع مشترك هي الشقلة هذا عيوة سببها ضدك كمشغولية وعقبض وغن وضعها مساجد هي عمراتهم كآية سورة النور إلهي سبحانه وتعالى وقتل مامي وحونا ألا سبحانه وتعالى أبلن قاضي أرزاق كخير بدن الدنيا أخرى وإنه إلهي سيني وبلا حساب إنه إلهي سيني أي إلهي بلنقى أرزاق بلا حساب يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أرزاق ده هل كان رح يؤتمي إلا أن من كان وضد يعني وقد تقيب يعني مشتركوه أنا كم مشغولين أنا كم مشغول وي تجاريستان وي شقيستان حولي ليهين لكن وقت أي صلاة وتماضو أما عبادة إلهي أما مساجد إلهي قلبي قوضا كحرا مساجد إلهي سبحانه وتعالى
لقام وين أيه مرك لقامها وين أيه حديث كلاتات المامس آيات سورة الجمعة أنا إلهي سبحانه وتعالى وقت المامو يسكو حرة تجارة أيه مساجد بضناب حررك أيه كده حي تجارة أيه سو مركو إلهي اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوب ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال كان الرزق يتجارة يوحى إسهيه صلاة دي وقت قيدي جمعة أي إسهيه إلهي سبحانه وتعالى وحى أكوها يبا شقد هذا إي أرزاد هذا إي خيراتك وهي الله سبحانه وتعالى قصينا يو أيا كبضا أو كبرا كبضا وحاد أوحي لنا يسو إناد كم مقنات وقت قاسوية مركا وتحضيد ودي رجلين داد كاللوغو دي رجلين يو إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كان حولها اللي جعلي السيي حولها جعل تحبون المال حبا جما يعني لقف جنكر أيا وحا اللي جعلي السيي حوله يبركدي خير كيبا وحوك جرى إن مساجدك إلهي سبحانه وتعالى أدعى مرته أو استجى أدو وقت قال له أمري خاص وقت يدا صلاة وقت يدا جمعها وقت يدا عبادة صلاة إلهي سبحانه وتعالى أي جرته أي لقى قربا وحنج على هاي إن شاء الله تعالى دور أحاديث تكملة فضلك أميراد هذا فرابضا إذن أحكى السوقاته إن شاء الله تعالى حصوص النفطيدة يولى على هيبة نقطة إن شاء الله تعالى إنه بقينا عليه الصلاة والسلام أحاديث أوكغ شاكي يعني فضلك إلى هاي مساجدة إيو إن لا عمره وعبادة إلهي سبحانه وتعالى لو عمره أما السيد اسمها لو عمره يوها جاجين تود لبضا با لو عمرو وحنك لو سوقان دونا دور تصالح إن شاء الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام نشيقيا مسجد إلهي سبحانه وتعالى قفكي لسه وحيربها النقضة ميلير أو قعانت اللق أما أكنت شمبرها ميلق ما هالنقطة إنو إلهي سبحانه وتعالى قري جنضاه وقو بدلي قري جنة من بنى لله مسجدا قفكي إلهي سبحانه وتعالى أرسى مسجد روايات كغارك وقيمي ولو كمفحص قطات قطار شمبر ير ماشي شمبر كاسيري وحو أنتو قطو وماركتو وكنت نكتو همار لكاتو يعني سوء يري هيواي تاكبها لكاتو بنى الله له بيتا في الجنة إلهي وحود ساقوري جنة وقو بدلاه مركا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يوريه حديث الصحيح وكجرة مركي لقات ربدي هذا لك لقبدي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بود اسمه يالكو ذي مركا ساوحى ليريد اسمه باتكو مشقوشي او آدماركتاي وحبضا كوكو بحين عيسى مركا سوري إنكم أكثرتم علي وهذا قبة السنة هذا الك مساجد كذا قال الإنسان أيها ذي قبة السنة وحال الدين شيء حديث عن كم قال النبي عليه الصلاة والسلام أولي هي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مركا قرية جنة ذا الرادين قرية جنة ذا أي الربع ساسو مركا حديثكم صابتي سأكوري ساسو كلا عائشة رضي الله عنها حيل هذا هاي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وحو أمري النبي عليه الصلاة والسلام مساجد إن لقدس حافظها مساجد إن لقدس دور كوحي رجل المالها أي حافظها داتك الدقين هين وقال هذا مدينة قبل قبيل بأدقناين رير رير وجلب جلب أي أدقناين وشي عادي هو داتك أدقان من الريبنا
dadka intii qaraabo ahi bay isku meel hadday degaan wax reeban maaha. Marka Bani Salima iyo maaragtay saasoo kaleeto ayay u dhimanay Najaar iyo bay u degi jireen. Marka meelaha xaafadaha dadku degan yihiin in masaajid laga dhiso oo la hagaajiyo, wa an tunadafa wa an tutayyaba, wuxuu kaloo amray in la hagaajiyo masaajidda, la hagaajiyo, la saxartiro, oo sidaasoo kale la tatiibiyo, oo uduga iyo maaragtay carafta wanaagsan lagu sameeyo, ayuu amray Nabigu calayhi salaatu wasalaam bay tiri. Gaalkan waxaan ka fahamnay masaajidda in la dhiso, in la hagaajiyo oo la nadiifiyo, oo nadaafadooda iyo hagaajintooda laga shaqeeyo, iyo tatiibintooda iyo udugooda iyo wanaagooda meel inay u noqoto إلهي سبحانه وتعالى لوغو عبادي سنعيو. ولذلك أيو النبي عليه الصلاة والسلام أجر بضن كشاقي قفك كقادة صحركة قفك قادة قشنكة وحي لغو توره حاكذا إنا لغو توفين إلا مسجدكم مقو قولنين إنا ماركتي وحيالها قادراتك أهي من يأذنك وحيالها قشنك وضعا إنا مساجد لكين إلا النظيفية لحقاجيو إنا أهين ميالها بني آذنك حاجوك توقو waxyaalaha maaratay wasakhda ah. Marka taasna waxaa laga qaadanayaa yani meelaha lagu weesaysto, meelaha nidaamkeeda waxeed oo dhan in aad loo nadiifiyo, oo ay ka mid tahay in shacaairti Ilaahay subxaanahu wa tacaala la weyneynayo, masaajidda Ilaahay in la hagaajiyo oo la tacdiimiyo oo la weyneeyo, oo tadiibinteeda iyo hagaajinteeda iyo qashinka gurideeda iyo cadaynteeda iyo nuuradaynteeda iyo waxaasoo dhammi waxay soo gelayaan يعني إله سبحانه وتعالى شعائرتي سوين انتذا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, إنها من تقوى القلوب حيال التقوى ذاتك كهلان أي كمتها إله سبحانه وتعالى لغو دواله بيتك إله سبحانه وتعالى هكا جنتي سماذا بيتك إله أويحي مركا دناعا ساسو أمري حتى حجرتي قبر كشقين جرتي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبر داسو قشن كيك قرو جرتي صحر كيك قادي جرتي كانت تقم المسجد يعني حقاشن قرقتا حيالها كدعا صحر هذا وحاسك قادي جرتي مسجد قبر يا رمضو بي أهيد مركا وي دمتي سلانتي مركا دمتي وي آسين حبي النمي رواية قاركوت شيغي يعني آسين أصحابته ما سوك النبي عليه الصلاة والسلام وسكي رأستين عرن كذا قف سكفو مسكينه هو بضبطني أنا قرني المركا وسك عصين مركا أوتبي النبي عليه الصلاة والسلام مد السكر يقين مساجد كوتبي والقبر دي آوي مساجد سمين جت حالة الرسول قال له ويد ما تي مركا إن أنا كسوك إنه بركي بانو جنيو قبر دي وانو عصني أفلا أذنتموني بير حقي ويروي had isu ogeysiin weydeen yaa isu ahmiyad u siinayo qofka masjidka shaqeyn jiray waa qof Ilaahay u dhow qofka masjidka shaqeynaya qof Ilaahay u dhow weeye qof Ilaahay meeshu jecla iyo beedkiisi weynaynaya oo isagu waqti gelinaya way wax la heli karo ma qofku Ilaahay subxaana wa taala siiyo ayuu maartay Ilaahay qalbigiisa galiya marka wuu soo kacay marka asxaabtiisi qabriga digay marka qabriga diba lagay oo ku tukaday nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam qabriga ku jirta ayuu ku tukaday oo u duceeyay nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam marka waxay ku tusineysa qofkaas khayrka weyn oo uu ku mutaystay ahmiyadaas nabigu kaleeyhi salaam inuu si gaar ah ugu yimaado oo si gaar ah ugu duceeyo ay ku mutaysatay masjidka ilaahi subxaanahu wa ta'aala سيدي يوهن إلي سيو عاج أمارتي وعطو تعظيمين إلي سي أي إلهي سبحانه وتعالى قرسية هدانو كعنو لنكا عبادة لنكا عبادة يا أهمية وليه مسجد قرسي السبا وحوي دعوة إسلامك وحوي إلهي سبحانه وتعالى وجعليه هاي المساجد وماشا دعوة إسلامك أردن أي كإنطلاق السوي كبلابن السوي و ماشا صلّيك إسلامك أو أهوي وهجانك مسلمين تا ولو البوحي لذا هاي مل لقوه جام يوم مضح ذاذو يوم أي شوجان أو لقوسو أدو أو لوسو لوسو أدو مقالوين كذا أرتاو حلين جبرنا ركام يلو فديو قفكم مضح ذا أهمل وشوجو
ama city hall ama kada magacyo loo bixiya qaab gaar ah loo dhisa yaani bulshadaas waxay u tahay bartilmaameed yaani masjidku islaamka waa meesha bartilmaameedka oo ah oo dawladdiisa iyo nidaamkiisa iyo diintiisa iyo bulshadiisa iyo umurihiisa oo dhan ay ka socdaan oo laga bilaabo shaqada u horeysa walidaalika nabiga kaleysa intaanu guri iyo hawlo kale iyo aqaladiisi iyo waxaas intaanu sin masjidka ayuu kow ka bilaabay madiina markii uu yimi ee dawladda islaamka la taagay saldhigeedii xagga cibaado iyo xag adduun labadaba ayuu ka bilaabay marka masjidku wuxuu ahaa meeshuu ku cibaadaysanayay salaadu dadka ku tujin jiray imaamada isagaa tujin jiray imaamka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa dadka ku kala xukumi jiray wafdiyada meeshay ugu yimaadaan oo uu ku qaabilo oo lagu wada hadlo oo ay ku sheekaystaan oo ku garamaan bay ahayd wafdiyada soo booqanaya hadday gaalo iyo muslim waxay yihiinba halkaasay ugu imaan jireen masjidkay imaan jireen halkaas soo dhex fariisan jireen haddii laysu khudbaynayo oo la wada hadlayo oo qoladan gaalo hadlayaan qolada muslimiintu ay hadlayaan masjidka saasaa loogu wada hadli jiray oo nebiga calayhi salaam wuxuu lahaa khatiib yacni u hadla ama afhayeen u ah oo ثابت بن قيس وحو أها خطيب كيسا صحابة أيها كوبنا شاعر بولها قبقة هي مارة هديق ولا ذكرته أي قبي كانتو أما أي أقول جوابتو مسلمين تقبي أقول جوابتو يساقنا من برنت اللورد يقو كو جوابي ولذلك مركو أركي عمر رضي الله عنه حسان بن ثابت رضي الله عنه مسجد كقبي كترين أيه أيو وحوير مساجد كيبات قبي يوحد كينيسا مركا nabiga kaleey salaam salaam ayaan ugu tirin jiray marka uu ogaa wuxuu aha makaanadaas inuu xusuusiyo kursi inta loo dhigo ayuu jawaabi jiray nabiga kaleey salaam u dhix jiray jibriil baba ku taageeraya u jawaab bal waxaad dhihi kartaa xataa gaaladii xabsi uu u xabiso qolalka qaarkood meesha xabsiga uu ahayd bay ahayd niman gaalada uu soo xirxiray qaarkood wuxuu ku xiray nabiga kaleey salaam masjidka laftigiisa أص صلاة المسلمين تأني يعني أركان عبادته ذا أركان يعني مسلمين تمخالطيان إسلام كا وناجي سأي مشك أهذان سيدنك اللي ليه جري ثمامته من أثال وحنفية أها هالكاس يعني بني حنيفة قبيل اللي يراهذو لقصوا قبصوا أضاق ذا أها تير كم إذا تير كم مسجد كا أيو ما رحتي نبي عليه السلام كحري صباح والبنا بسوق مري جري صلاة مركو أصوب بحنا نبي عليه السلام ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة حاهصة الكاسول حجري خير بان هي هذا دي سيد دي سنة نين أبا القد في عمبة سيد دي نيسا هذي آد مارتي إدي شنة نين ديق لهو ديق يسال دبتشوغو أي أدي ليسا الكاسو صوحو البجماعة المسلمين تفير سنجري مركي صفتان وي هالكاس ماركتي سلاة تكريان دور بري مركو صاو صو اك مري ايو نبي عليه السلام سي داي وحير اطلقوا الثمامه سي داي مرك حرق كفر واكي مرك سو اسلامي او سو نوقدي او مركي مساجد كو سو نوقدي مساجد كو مرك ساسو وحو اها ميل يعني صلدق مسلمين تو اردن امورهودا تشغا ودا تشغا امورها مسلمين تو اردن هلكا لغا ام بقاد ددك مسلمين تا وحا اوغو سوغان مرك توسالا اوغو سوغان وانا واحد دين تو باقي كل نقطه هدي حتى دول كلام تغان اما قربه اي تغان ماشا لغا سو بار مساجد كوي ماشا اي كبلابيان هوشه مسجد وي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حول صدح مسلمين تكمده هدي اي مغاله جوغان اما قريه جوغان اما توله جوغان او اني جماعيسن جمع كوده تكن يا او اني مسجد كو يالان وحويه شيطانك ايا qabsanaya sheedanka qabsanaya su doon ka yeleeyay marka wajid meel isugu yimaadaan male jamacood meel ku kulmo male saas darteed ayaa sheedanku ku maaragtay qabsanaya dadkaas oo aanay u tala heli karin walidaalika muslimiinta yacni wadamo badan ay tageen muslimiinta markay dhulkooda ka soo baxeen wadamo badan oo kaleeto aan islaamku markaa ka jirin ayay tageen markay jasiir carabiya ka soo baxeen شبه القارة الهندية يا لتجي أفريقيا لتجي آسيا ذا فقبة لتجي غرب قال هذه كل واحد مالك استوى يصدح صحابه تجان مسجد بكتاجين
بيلكستو مد إسلام أي تكتم مسجد بيكتاري جري هل كاسو حيان جرتي ميل برتلماميدا أو ضدكو أي كسو هرتان أو أي مادان مركة تاسو حوهي حقا إنو اهتمام سينو مساجد دا إيو إن هقا جنت هذا إيا نظام انت هذا إيا لصعد كذا إيا بلوشدا أو دن أمور تهدي ماشا لغاه غنائي ولذلك هادا أريمان هادا دول كان مركان جوغنو للي هي وإنو إسلاميك سنتر نقضة وإنو إسلاميك سنتر نقضة ماشو ومسجد صلاة كلية معناها آن النقن أو بلشدي يدلين يرتي يدد كيود أروس كميال لغو قوان كرو دلين يرتي ميالكو عياري كرتو وضياشي ميال أي كتشان كران وشوك كران وإيال كميالو إمان كرو دانيه مسلمين تدد كي باهنا ميالكو قومين كرو وحا صعدنا هولاء ماليه لغو قوان لها حفلة ده إيو كل مضى إليهين ماشي كو قبصر لهاي معلمها عيدة إيا فرحادة إليهين ماشي كو فرحي لهايين أو كو عياري لهايين قيبا كم دا إنو ليا هاي مسجدك أهانجري ساس مسجدك أي أهانجري إسلامك أصلها ساسو ها إلا روسكي سو كدعيو مال عيارتي عيدة إي كدعيسو مال ماركتي تلدي إيو دقال إيا النبض وحيد هايبا إي تلدادك لغو آمين إيو مال لغو عبادي سنيو مال علمكي يا أقونتي سكولكي يا مدرستي يا جامعة دي أي كفر ميس ولذلك جامعة ده دونك وغور ريه وحكا بلودين مساجد ديكا بلودين الدونك جامعة ده وغور ريه يا مدارست الدونك وغور ريسي مساجد ده مسلمين تا أي تاريخ هانك بلودين مانا اللي سكود دي دينا وقال يا مسلم با إسلاء وقل ووحد اللي سكود دي دي دودي كتاقن تاهي معها أدونك يسقون مدارس قون مدارس توحاب بلاوي مدارس تا إن لقصة مايو مساجد ملحق أو نقطة أو إسكولو نظامي أو علمي يلغو برانيو كلا دوان إن لغو برتو أي نقطة مساجد إن عيادة لقصة مايو أو جامعة يكل يادي يسوب الدشو وحيك كاسة مايستطي مساجد ولذلك جامعة أوه الرئيسي أدونك هذا أسجلا كتابك أرقام تقياسك قينس ليران وجامعة القرويين جامعة القرويين أما مار فاس فاس دول كان مغرب يذوه موجودة جامع القرويين بناها مسجد أصلها ها يعني كده من الجامعة يكل يد معهد بسبت لين سلاس وكلا مسجد الأزهر يعني جامع ها يا جامع جامع الأزهر أما مسجد الأزهر ثم جامعة بسبت لين إسلام مسجد كيلفت قيس أيها جامعة النقضي وأنا جامعة الله بعض وأدون كبسوق لي يسوع كذب أي أدون كجامعة صدح هذا وحلو قوسي هي جامعة ستاندر كذا يسوق لي ساتلياني قال قسمي وأدم به دور قرن كذب أي ماركتي أوروبيانتو أي مركز سمية مركز إسلام كحضارة دي سي النهار دي سو هل كان كبلابته ماشون وماشي كبلابته وذاتك قلوبته ذو أي تعيش هاي أو خير أدون يخير آخرة ولا غيره أنت هدان وكان مع الله حاول دنكا مثلاً عبادته يعني ما تلنكرنا حديثته أما خيراتك نبي عليه الصلاة والسلام دتك وجو بشارية دتك مساجد إلهي جعل أما دتك مساجد إلهي عمرة مساجد إلهي عمرة أول حديث ما كسر قاضنا هي أنت وقت بيسامحه حكم ذا نبي عليه الصلاة والسلام وحليه هي من توضأ في بيته قفكي ويسسته ويسده حاجاتيه ويسده هجاجية فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد تكذب أن مساجدك أصبحا مسجدك إلهي أصبحا فهو زائر الله وقف إلهي صب وغضيوي قف إلهي صب وغضي ولم يديه يعني تصالها الرأي نقوس الدوية مسجدك سو بيتك إلهي معها ها تتصوي ستقوري جاج وصبح له وحلمتها قف إلهي صب وقني وحق على المزور أن يكرم الزائر والنبي عليه الصلاة والسلام كان لصوب وقضي حق وحاكوه إنو كرام يقف كمرتدة أهو صوب وقضي كمرتدة أهو صوب وقضي إنو كرام يقف محاد كم ملايين كرتا مرك كرام هذا إلهي إنه نقوم كرتو سبحان الله يعني قف كبني آدم كايو البوضو أيا ولله المثل الأعلى هذا نقول يسكب وقضو يعني مركب ويرته وينه كو ماركتي كو صمرت صوراي وكو سود وياي وابتدي وحكانا الله غني جاه سبحانه وتعالى مركب بيت كيسة كو صو زيارته شن قر مالنتي مركب ويرته
هذا الباب كيس الصوق رعضه محاط كم ملايين سا حق على المزور أن يكرم الزائر وحقه إنه كرامي وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحكلت أكمدة حديث ككلت النبي عليه السلام اللي هي من توضأ في بيته قرينا كسب بلاوين صلاة مركو قرقي سكسو ويسيستو أو يسده هجاجيو ثم خرج إلى المسجد حق مسجد كسوة هذه ضطبا يعني مسجد ككوه سده فقانتيسة أما عبار بو إيجرة يقال الحديث كان صدوحا حول النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلابوين كيسة إحداهما تضع عنه سيئة وإحداهما ترفع درجة يعني تلابوين كيسا قر يهاصو صعده مدنا دم ببيدي قيسا مدنا درجة كرغو قادس إلهي أكتس مدنا دم ببكرنا قيسا مدنا درجة كرغو قادس أمركا تلابك استو قاضي صعد كيسا أي إلهي سبحانه وتعالى وحسابنا وحجر النن مقالة المدينة دقنا وصحابتك مدها وكفوك قرق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أدب وقفق مركا أرهن كان حديث كان حوجينية مقالة قيس كيدو دقنا لكن صلاة والبه وحلته كان جري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جماعة ما قفي جرين سواء مسجد كفق أيان جماعة قفي جرين مرنا مركا أصحابته وحكو يراهدين قاركود مقالة وقفق تهي يعني مدينة وقلوشة هاي وقود البنانتة هاي هدي دمار إيو قاديد إيو واحد سوق هذا طوء لقوصة ما إيو سو سو أما أد أسو بدلته ميالها دو مركزو حويري إما فرح قلين يسو إن قريقيقا سقف كيسو وكو قبسي هاي سقف كمسجد كنبي عليه السلام إما فرح قلين يسو ها إنه واحد شيء سان قاديد ما صور راعدي قادات ده إنه قرقي وكو قبسي هاي اسمها مسجد كا إيه ما فرح قليني سؤال رنتاس وأرنا عن ربما حتى ما أباهنا مركا حوغا وي ليابين سيبا أن أرهب من مساجد كينا تكسو دواتو كسوك دواتو ما نبي قاوي الشيقان عليه الصلاة والسلام محاسا وحجران بكوير وحكويري رسولك الله وحان حساب صنايا تلابوين كيغا أن قرقي كإماده وأن مساجد كنقضه أيان إلهي اكتسكو حساب صنايا نعم إلهي سبحانه وتعالى انت صدن بأجر كيدي وكو كل ميب ويري النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ذا النبي عليه الصلاة والسلام ليحي مسجدك قفك سوء هذا الصبح إيه قلبتي مروى الباب السوء هذا إلهي سبحانه وتعالى وحجن ذا مروى الباب أو مسجدك السوء هذا الدياريا أو الضربة ميل وجنادة كدقه ومرت الصورة وجنادة اللغة ديارية من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح كلما غدا أو راح غدوه صبح صعد قال إيرا هذا رواحنا قلب صعد مركي وقلب صبح مد والبابا أصعده مساجد كإلهي وحا إلهي مر والبا ديارية مالو جنادة كدقو مركا كريدت كيسي إيو مالي جنادة اللوغة ديارنا يومبا كرنية وصيب اللارنا هي مالو ودول بصيب اللار صنية جنادة ودول كسي قب صنية يبوصص إلهي سبحانه وتعالى ودياري يجوين ألغا داتكو جوين كدون كدر الرأيان وجوين كلا ديار صنية يساقو موجد كيوان إن يداس يخشو عاسكو يمادة إلهي سبحانه وتعالى ودياريا كلما غدا أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام حليه هاي وقت يدا مقدقة قفك الصعدة وقت يدا مقدقة ومساجدك لي ماذا عشها مغربك فجرك كله يسوق لي كران ضدك أصوى صعدة مساجدك وقت يداس وقت يداس ضدك وه سدان قارهان لقياب ضدك غاركودين كوه سدان وقري سريرتي ساكتاد ويسكتك كدو لكن أدينا ويكاغو أنت أي واحد بدنا كنا في نور كاغي إفتين كاغي أيام ماركتي آخره وينان لها أيام ديرانا أيام ديرانا إسكوير إلسا حلي النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين بالظلم
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر وبشاري ويه وبشاري قف كان هذا اليوم أما هذا كان نقلنا اليوم وبشاري كوا مساجد أصعدة المشائين في الظلم. مشائين صيغة مبالغة ويه عربي حويه يعني صعد كود بديه بديه ما هالمر ما هالمر وألويس دائما مشائين سي صعدان وصو صعدان وسي صعدان وصو صعدان وسي صعدان وصو صعدان هذا سي كجرا صعد كود بدن وبدن مساجد صلاة عشاء صلاة مغرب صلاة فجر صلاة وسي صعدان كواس واحد غب الشارع السابر بالنور التام نور بوحه افتن بوحه يوم القيامة تكون مقدبة كجرا وظلمات إلا قفل بإيمان كيس يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مركا نور تامة هو بوحه والقرور دين عول بكتشرة وفتين صدو وان يرين ليفض يرو مارته عن لغوص عنكر ما أها ونور بوحه أو افتيمة يوكاهية أي اللي هي ذات كاس الليهن وبشاريه بليه حديث كانوا حنا نور ساطعة الهي أسمية نور ساطعة يعني أضو افتيمية يوم القيامة أي الله سيئة أتكاس جزاء الجزاء من جنس العمل ما دام أي مقدس عنجرين إلهي درتيس أو أي بتسنجرين ولا يعني واحد بدن صعدان أي إلهي يغنى افتين بوحه ما نت يوم القيامة ضد كوكو كون يعني افتين كان بدن حاجة كانت ده وقت يوم مقدس ها أدوة دهورتي جرتي أدوة سيحن جرتي أدوة كجابين جرتي أدوة كوه سنجرتي يا قف كانوا سعنجرين مركا اسكمل يا هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان ما اسكم ما قالان ما قالتي قفك طائع عاه إلهي أجيبه قفك دقات كاضي اسكم ما قالان أدوه إلمها كان دقها أدق إيو كان مارك تدقها النقل اسكو سيء مجالد اسكو سينهكو من نقضان أكتاضة ولله المثل الأعلى وحليها النبي عليه الصلاة والسلام من كان المسجد بيته يا مسجد كقف كجوري كدكتي بمعنى ماله أبدين يهاي ماله أبدين يهاي ودقي يهاي وجوجو هذه شر من أيه تكفل الله له بالروح والرحمة إلهي سبحانه وتعالى نحريس يروح يخير يفتين يإيمان بإلهي سبحانه وتعالى أبلن قاضي والضمان قاضي وكفالة قاضي أوجد وكفالة قاضي ومجاوسة الصراط إيوه الصراط كإنه كقدبه منضدة جهنم كرك هذا الذي قيه أي إلهي الضمان قاضي إنه كقدبه ودنك جندة إلهي سبحانه وتعالى وقدبيه أي إلهي سبحانه وتعالى وقاضية بل ضماناتك وحكم دي هاي كوا إلهي سبحانه وتعالى وضمان قاضي إن يعني نبت قليه قفك مسجدك الدائمة إنه إلهي سبحانه وتعالى وضمان قاضيه ألا سبحانه وتعالى أمانك سئي جنة ديسة إلهي سبحانه وتعالى إنه ضمان قاضي حلي النبي عليه السلام وقرق قفك استقوى التقية قفك استقوى التقية قرق يسو ومسجدك المسجد بيت كل تقي تقي كستا مسجد كيسو ويا جورج سيوي وماشى قفك إلهي سبحانه وتعالى قلب كيسو مؤمن كي كعلقيه هاي والرجل قلبه معلق بالمساجد يعني قلب كيسو كحرا مساجدك أي إلهي سبحانه وتعالى ولي وحنقص وختمة يا يعني حديثه بلنت هاي مسجدك وحلية تيرر تيرر كان هي كلية معها وحلية تيرر ضد أه ضد تيرر أهولية إن للمساجد أوتادا هم أهلها مساجد وحليهم بلي النبي عليه الصلاة والسلام أوتاد يا تيرر بلي هي أهل المساجد مسجد كأهل كيسية وأهل واه بلي هي مساجد لهم أصحاب من الملائكة حليهن أصحاب للصاحب تيودي سي مساجدك وقو أركيين هذا قفك هذا مساجدك وقارك طلبة جر صدح جر أفر جر صبر ريسان صوما مركا ملائكتان صبحي قلب مساجدك إصلافي صدتكاس بصاحب ليهن
تتكاس بساحب لي إذا غابوا سألوا عنه هذي مقنادان مركب مالن إيوان ملائكته الملائك صباح دي بكل ميان قلبت بكل ميان وقت يدى الدروس تردن بسود ديان هذي يجار مساجد كنت شوغان مركب ويتبين هبل أول تجرى هبل ويليين هبل تجرى إذا غابوا سألوا عنهم ويورسنا يعني ملائكته ويودينيس وحيك لقوا آسمين إيان وإن يعني مرضوا عادوا هدي حنون صدان ويصوبوا قرية وإن كانت لهم حاجة أعانوا هدي دن ليهن ويكالمين إيان دن تودي سيقوم الله إيان أي ملائكتي بل لا أدي قيسا أي ليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث عجائب له أو آدي آد ويا بضن أو قفكي مقلا أنا مسجد كم قنان كرين يا أنا مسجد كم قنان كرين كده يران كرين كيف قنان كرين لا يعني شقه ولا حوله ولا يعني عمل ولا وح كيف قنان كرين أنا يجرين أو عجائب له أنا سجن قصوى ختم دارك تجين يعني نبي عليه السلام وحليه هاي يعني ربي جاي أيامكو أركي حلي يعني رأيت ربي في أحسن الصورة فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى حوي ويدي ملائكة إلهي سبحانه وتعالى السماء ذجرته ما حي كدو ذيان أما يسوي دين أيان أما يسوي العلين أيان أما كشك صنيان ها لي بين كشك صنيان ما حيته ما قرنس ها مركا إلهي سبحانه وتعالى هي علم كذا يسيي وحان إريبو يري نعم في الكفارات والدرجات وحيث الدين يعني كفاروين كفار قدك إيو الدرجات كإلهي دتك أقرى إيو ملائك تاسو الدين إيسو هبل محا أقرت إنتا صال لو قرى محان لو قرى عمل كاسم حقوق كوقاتي وحاس إيو حاس يا درجات سوف سرم درجات سرريسس محا أقوق أرتو حاس اختصام كاسو حيث الدين يعني ملائكته وقريسة إلهي سبحانه وتعالى أجر بضانه وضطكو هل كان سمين إيهان يليا بيهن أعماش إليا بيهن ولذلك علماء قاربة كله كتاب كألي في حديث كاسكالية يعني اختصام الملأ الأعلى سيد إمام من رجب وقالت رحمه الله تعالى كتابه كألي في الرسالة كاملة حديث كاسكالية وناكيسي قروح ديسة يعني معان كيسة مركا حيري في الكفارات والدرجات وإسباق الوضوء على المكاره يعني درجات كفارات كي بهذا الشرح هي إسباق الوضوء على المكاره ويسدى والله هجاجيه ولا دم يستره خاصة وقت جاء لك رحسن أيام قبوب الشرام قليل الشرام صاص وكله في الصبرات ما له قارقود كتم يعني قبوجة شديد كأو جرو وبيها جركنا عيان صاص وكله إسباق الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى الجماعات أو كثرة الخطى إلى المساجد يعني نقل الأقدام إلى الجماعات وحكى قال ليان جماعاتك قفك وصعد يا مساجدك وصعد 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 يا يعني عجائبت إلى هذا إيه انتظار الصلاة بعد الصلاة إيه قفك إن صلاة تكذي صلاة كالكسوغي صلاة بتكذي صلاة كالكسوغي أما صلاة بتكذي برنان كبه كسوغي قلبي سيبا كحرانه ميل ما آذكره أو ميل أمان وقلبي كحرية صلاة نعم موجود أما الصلاة بتكذي مساعد كل حفرية مغرب بتكذي سيدا هذا أفردان إن شاء الله تعالى عيش كسوغي دور بتكذي عصر بتكذي عصر بتكذي مغرب كسوغي وهكذا تاسوك على طول انتظار الصلاة بعد الصلاة من حافظ عليهن قفكي أرنتا حفظيه أو إلى عليه أو دورة عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه يا سبحان الله يعني أجر بضن محون غدا فيا سيابة سهلا أو فضوط يعني غنائم والله هذه الغنائم الباردة غنائم هينك يعني أندقال إيو يدعو على لوجلين وي وي علماء قلت المامان الغنيمه البارده يا غنيمه فضض امال فضض القصاش غنيمه حولها لا سو دغالده لو قبس كا دغال يو ادو انو جلين دولان تونا اياد وحاس وخيرات ورسيس
كاوح النبي عليه السلام من حافظ عليها قف أرنتها إلى ليه يعني ويسدى وناس ينقل الأقدام إلى المساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلى ليه عاش بخير خير بكون ولان يوناك يعني خير بكون ولاد عافيمات يوناك ينحرس إيو رحمض يفرحض إيو لوناك سن عاش بخير ومات بخير وناك نقول لمن إياه هو ضمان قاد لبعضه يا وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ذنب جسره وكان قنيا والله قد نقيا سدي مالنتي هو يديس للشيء أو كله الله أكبر كيوم ولدته أمه مركا هذين عاود السيو وضنا حديثه النبي عليه السلام وكجور رميه مسجدك وهم كانوا لكن تصل يال قوم بانكوس وختمه يا حلقة شجع سلف كصالح أها يعني أنا لو صدحت صالح كسو قاضم حلية هاي سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى تابعي وهي وين سيد التابعين والله يرحمه صحابته رجع وهو وين كهري أرديد وضع هاوي حلا أربع أفرتن صنع مساجد كالنبي عليه الصلاة والسلام قرنا وقمر دقاقن بالهرا يا صلاة دينا ما كمر دافن صلاة ما كمر دافن هدي او مقاله ميل بنان كذا دمع الظن انه كسو قبصده وحو ديه جري ميل لغا سو غاري كرو صلاه ما تهي مسما يلا دام بخو صلاه ان كسو غاري ما تهي صلاه كله صلاه ديبا صلاه كله كسو صبح دو تكدي مثلا دورك انت كه ريس دن لغا سو قوسن كرو هدي او اركو اني صلاه جماعه ده مسجدك اي خلخل كجليسو اسكا دين جري هذا ما عيد كلو جري جري ما هول كلو قادسين جري كما عادنا أفرت كاسان لما عدنا بير إلا وهنا في المسجد عطاء ابن أبي الرباح مكة إسقنا وحال الشجع أفرت صنع كبضا مسجدكو حرم وح جرجس يوكله كان بيته بيت كيسو آمين شوف فدين شري شو ده فدين شري لوجو يمان شري علم كان هلك سلقة قاضي شري مساجد كان حديث في فدين شري عطاء ابن أبي الرباح رحمه الله تعالى تابعي كلام لثابت المناني رحمه الله تعالى حلي هاي لبها تنصنو أيان صلاة إني إيه هاقاكتو أن كود دالي جري أن كود دالي لبها تنكي صنو أكد بيسينة وأن كون راحيست سلاة الليل كي عبادة إيه صلاة النوافش إيه خشوع هذا إنا نهلو لبها تنصنو جهادة يدقال يددال بي وقادت هذو صامر مل مسجد أهنا وقال جرا مدها في جنوا كتو كنجر مل قالوا صلا مسجد صامر وكتو كنجري مسجد مكدي كنجري ذلك المسلمين تاع عصر كنجو قنا وليهن أساسا يعني تدو حاجة سكلا سمة مساجدة يعني آدي ومارتي إلهي سبحانه وتعالى أفضي قف وحبو إلهي أفضي عباده ما أها وقتي يا شقاق يا نظام يحاسه وهذا ذو إلهي وقوف ضيع نبي عليه الصلاة والسلام معاد رضي الله عنه لقد سألت عن عظيم شيء وين بي ودي سيو أسهلين ولكنه يسير على ما يسره الله له لا القفك إلهي أفضي هذا هو سهل أنت أفض ضاي قفك إلهي أفضي سهل أنت لكن شقاق وين وشقاق يودي سي أو أن سهلين أو أن عادي أهين وي لكن قفك إلهي أفضي إلهي واو يسرى فقد بجرى إلهي أفضينا يو نبى هذا هو حقول يرى أفريقيا شوقة معلن يعني نشاخ نوداده من الصومالية يعني سكوايا حكويري أو غنى عصدا يعني يو مساجد كذا هذه يجر كجرته وقت والمقوى أركا حولنا وأنا جو حول بلنت حقيقة سي سوق منا ساعة وشان أنا وما أنت بهشان ورادين إياه نفطي وإيجاب حظ إنسان ورادين يا يا مركا إسقنا عصر كسوم سعيد كأقوله صلاة عصر ماشوا كنت كذي وهالقي أبا عشانه كنت كذي ماش عصر كنت كذي وعشانه كنت كذي هذا كله يفرق في الريان مركا وأنا يروح ولا بضنتها هاي حقك حقة وحنك كانت مركا زوج حكيري حول الدنيا ها وهي أنا إذا إيجي شكي نكن سؤال شو يدينا إيجي شكي مرضى ما أنا نكلوا لا تجنا فأيوه مرخات فري عيري على هذا دوني سو على قصافري سو إيشا
ماشي أنا لقاه لاي صافرس آه سايتك يعني صافرس أيوه يجيري مركز صوت صالحا يسوق قاتي وحيري كورن الغفة صوب وقريصو ما لنتي شنجر الباب يسقرع يسوق يا وادن دن قصلا يا لنا يسوق يعني سيروا كرامية وكوسو دوية وقولها الله ما الباب كسر قرع هذا اللي قافره كورن إلهي سبحانه وتعالى الباب كسر هذا قرع يسوق شنجر ما لنتي يعني ودع سنيس وبري يسوق ما دعي كرتاين وإلهي سبحانه وتعالى وحلا أن كلهم ما يمدي كرتو طناها جمرك إلهي سبحانه وتعالى إلهي بقوق منها إلهي سبحانه وتعالى أيقوي السرية أو كوي سهلية نك لا تنا هذا كهر ينوح حكمة دوي أو نك لا الصومالي الله ونحرس تقول أنت دور حاسب لها هل مال أو جريه وكهيي وسكت ضيرة حول بدن ملاهين يعني دباتنه كم قبي حنقول روح نسوي سبو يا أرض دباتهاي حوم هيسين حولنا ما هيسين يعني هذا دمرنا هل قريبات كوه هي سويس قريهين وش نلا شو كوف ضد هاي حبدي ولو تجلى إيه مار لو لا إيه يا سيخون هذا عيري سجودة إسكو هاي سوي سجودة أيه إسكو هاي سأني قمها مركا نبي يقول عليه الصلاة والسلام نكي ويدستي مرافقتك في الجنة أيام ويدستني رسول الله عيري أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود مسجدنا وحا مسجد لويري وأميش لغو السجود أسأل الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم إلى كل خير صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.